والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية وفاطمة خليل. شكرا صحة، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة حار رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 34 الصغرى 24، اسكندرية 31 23، مطروح 30 24، بورسعيد 32 25، اسمع عليا 35-24 وجوها حار. بالنسبة للسويس 35-24، العريش 33-24، طابة 37-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-30 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 39-31، حلايب 34-28 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.